اكتر حلقه انتم مستنيينها انا مش مستنيها ولا عايز اعملها الحقيقه، وهي حلقه الحساب، حلقه الندم، حلقه فتحه الصدر. مع كل موسم ما بيتعلمش، ويا ترى اتعلمنا ولا ما اتعلمناش؟ السنه دي في حلقه التوقعات لاول الموسم اللي عملناها قبل ما نخش ونرغي ونرزع على مدار الموسم ونشوف مين البطل ومين التوب فور ومين الهابطين عن الدوري الانجليزي. حلقه اتعودنا عليها رزيعه، مع كل موسم بنيجي نقيم توقعاتي اللي بحطها في اول الموسم. ارجع اتفرج على الفيديو وهنشوف تقييماتنا من درجة 40. تقولي ليه 40؟ اقولك مع كل توقع صح بناخد نقطتين على الفريق، يعني لو قسمنا النقطتين على العشرين فريق بنتكلم في المجمل من 40 نقطة. فمع كل توقع صح هناخد نقطتين، ومع كل توقع قريب هناخد نقطة. تقولي ايه التوقع القريب ده؟ اقولك بكل بساطة ان يبقى التوقع بتاعي زيادة مركز او اقل مركز. اما لو بعيد عن المراكز دي كلها فهيبقى الحساب صفر. يلا رزيع اعملوا لايك لو كنتوا متحمسين للحلقات دي، توقعوا الحلقات القادمه، عندنا حلقات كتيره، افتحوا تنبيهاتكم وخليكم جاهزين، حلقات الافضل والاسوأ داخلين عليها. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك انستجرام تيك توك، شاهدوا كل اللي بيحصل خلف الكواليس دلوقتي على الستوريز موجوده. وكمان اكيد بفكركم براعي الحلقات الرسمي كلير، اللي ممكن تستخدموا برومو كود سري 20 على ابلكيشن بريدفاست. اطلب منتج كلير دلوقتي 3 في 1 واستخدم خصم ال 20% مخصوص للرزيع. يلا رزيع شغلوا معانا الفيديو وتعالوا نشوف ايه اللي حصل. اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع اوروبا. يلا على طول شغل الفيديو بدون اي مقدمات ورينا. يلا يا ابني يلا يا ابني. هي بص بادية غلط، سعيد اصلا مش قلبني في اول الفيديو، حاططني من فوق لتحت وشكلها ليله فله. بسرعه بسرعه عشان ما عنديش وقت، واللي هقولك عليه ده قرارات حاسمه وجدول جاي لي بالتليفون. مش عايز احكي لك يعني انا بجيب الكلام ده منين. انا مش عارف انا في اول كل موسم بجيب الثقه دي منين. ما تعرفش ربنا كده بيقوم حاطط جوايا ثقه عمياء. انت عارف كل حاجه موريس، مش بكذب والله العظيم، ده بيبقى جوايا حقيقي. الحلقه دي بتتعمل في اخر سبعه، يعني بنتكلم في حلقه توقعات قبل شهر كامل من باب الانتقالات ما يقفل. يا بص شفت اولا ليه حاجه، باب الانتقالات ما كانش قفل بقاله شهر. ثانيا الحاله دي بقى لها سنه، اكيد تفكيري نضج وبقيت افكر بشكل مختلف. ثانيا شكلي متغيرش كتير، ودي ميزه. الناس كتير بتدخن، ناس بتخس، ناس شعرها بيطول، انا ثابت زي ما انا. قولوا لي برده على الاختلافات الشكل لو ملاحظين حاجه من الموسم اللي فات. وخلونا نبتدي على طول بالفئه الاخيره والهابطين هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المركز ال20 ودعوا معانا يعني فريق بورنموس. بورنموس في المرتبه العشرين بدايتها صفر. كفايه بورنموس، شفتكوا كتير في الدوري جايبين مدرب سكوت باركر اللي هو خد فولهام في تجربه مشابهه وطلعوا ونزلوا تاني. خلاص ما تقعدش تبرر موقفك. بورنموس في المرتبه ال15، هي فرق ماتشين ثلاثه يعني مش بعيد، بس انا هعديها لكم انها صفر من النقاط. واول فشلي في توقع الهابط رقم 20. رقم 19 فولهام، نورت الدوري الانجليزي برده مع الف سلامه. الباب اللي قدامك الناحيه الثانيه. عم ماركو سيلفا طبعا شفنا قصه فشله في الدوري الانجليزي مع ايفرتون. لا شفنا فشلك انت موريسيو، شفنا فشلك انت وخيبتك. فولهام رقم 10 في ترتيب الدوري، معانا صفر من النقاط في مرتبه 19. كده توقعنا فرقتين هربوا تماما من الهبوط، ما شاء الله الله اكبر. رقم 18 ساوثهامبتون، هنوضحها اخيرا بعد ايضا فتره كبيره جدا في الدوري الانجليزي، ولكن كفايه على رالف هازن هاتل. اسمه صعب عليا جدا في حلقات اوروبا بيقرفني، بغض النظر ان انا كنت عايز اهبطهم عشان اسم المدرب صعب عليا، ولكن توقعت هبوط ساوثهامبتون. هم ال 20 وانا متوقعهم ال 18، حق ربنا ما خدش عليها نقط، بس هم هبطوا. المفروض اخد حاجه يعني، اخد نقطه صح؟ انا شايف اخد نقطه، ما انا عامل رولز بس برنامجي برضه، انا حسيت ان انا ادي لنفسي نقطه. هبطوا يا سعيد. مركز ال 17 اللي هيكون بينافس بشده في اخر ايام واخر جولات، وهو فريق ليدز يونايتد. قريبه والله العظيم قريبه، ليدز يونايتد في المرتبه ال 17، هم ال 19، شايفين الفروقات عامله ازاي؟ ما بس دي مش، انا مش هاخدها خلاص، ما تبصليش بقى، مش هاخد عليها نقطه، بس فعلا كانت على بعد سنتوفا 16. ويمكن الناس تستغرب رايي في هذا الفريق وهو برينتفورد اللي عمل لا هو الناس فعلا تستغرب يا موريسيو، يعني مش عشان برينتفورد في المركز 16، عشان برينتفورد في المركز التاسع يا موريسيو. لا حول ولا قوه الا بالله، مش شايف المشروع، يا حول ولا قوه الا بالله، صفر. رقم 15 ايفرتون، يؤسفني اقول لك ان فرانك لامبارد كمان هيكون من المرشحين الاقرب ان هو يقال بدري بدري بعد ما يكون
يكون في الوضع ده ويجي مدرب يلحق الموسم. طب والله العظيم البق ده لوحده مفروض اخد عليه نقطه. فرانك لامبارد هيقال وهيبقوا بيتعانوا في مراكز الهبوط، وقلت ال15 وهم طلعوا ال17، يعني ما حبكتش بقى صفر. بقلب جريء انا اللي حطيت الرولز وانا اللي بلبس في الرولز، ولكن والله قريبه، والله قريبه. رقم 14 واللي هيبقى مفاجاه، مش هيكون من الفرق اللي بتنافس على الهبوط، هيكون مأمن نفسه في النص من بدري وعامل ماتشات رخمه وحلوه، وهو نوتنغهام فورست، الصاعد اللي هخليه هذا الموسم في الدوري الانجليزي، وهيكون المفاجاه زيه زي برينتفورد السنه اللي فاتت. الله عليك يا عم موريسيو، والله العظيم الله عليك. وخدت بالك انا حطيت ايفرتون في نوتنغهام فورست، انا برضو دي مفروض علي اخد عليها نقطه من ان انا حطيتهم في صفر، طلعوا ال 16 وانا حطيتهم ال 14. لا حول ولا قوه، كنت زحزحها يمين شويه. رقم 13 والفريق اللي هيبقى مامن نفسه من بدري وهيبقى عارف مكانه في يعني منتصف الدوري، ان انا قاعد ومش رايح حاجه خالص ولا نازل ولا طالع، وهو فريق وولفز البرتغالي المشارك معانا كضيف شرف في الدوري الانجليزي. وولفز ده 13 يلا، يعني دي عايزه خمسه. تقول لي انت نفسك حاطط القوانين ثلاثه، اقول لك اتفاجئت من نفسي يا اخي. 13 ال 13 ايه ده؟ ايه ده موريسيو عالي ده؟ بتشوف البخت بقى ولا ايه؟ الله اكبر، ادينا يا عم الثلاث نقط بتوعنا ابوال، انت تديني اثنين بونص عليها؟ لا يشتمونا كده، خليهم اثنين تمام بس. ننتقل الى منطقه منتصف الدوري، الفرق اللي هتبقى بقى ايه؟ عامله موسم حلو، عامله موسم راضيه جماهيرها بناء طبعا على توقعاتهم. والله انت اللي حلو يا اخي. في المركز ال 12 اروح مع البوترز البرايتون، عم جراهام بوتر نفسه، الراجل اللي انا بثق فيه. شفت بقى؟ شفت انا قلت لك ايه؟ قلت لك جراهام بوتر. انا ما كنتش اعرف ان جراهام بوتر هيمشي، ولكن لو بصيت لها نظره مختلفه. رقم 12 مين في الدوري؟ تشيلسي. اللي هو مسكه مين؟ جراهام بوتر. شفت اللفه يالا؟ ماليش دعوه بقى ان الاداره اقالت مدرب وده عينت جراهام بوتر بديلا للمدرب بتاعهم. انا مالي حبيبي، انا مالي، انا بقيم لك الوضع زي ما هو عليه. الجو بقى مدربين يتغير وكده، دي مش مشكلتي انا. اديني نقطتين يا وائل، مالناش دعوه احنا، مالي انا مدرب، انا كان قصدي الفرقه اللي بيدربها جراهام بوتر. خلاص خلاص ما تبصليش، بهزر. وحد كان متوقع ان زفت تشيلسي تطلع 12؟ برايتون طلعت سادس وخيبت امالنا في التوقعات، فرق ست مراكز، المفروض اسحب مني نقطتين. رقم 11 استون فيلا ستيفن جيرارد، هيبقى موسم من رايي فوق ممتاز، انه يعمل موسم مرتاح ويلعب ضد الفرق الكبيره بشكل محترم. ده ستيفن جيرارد طبعا، ما كنتش برضو اعرف انه ناي امري جاي. يعني ستيفن جيرارد كان رايح بالفريق لفين؟ للمركز ال 11 ال 12 او كان كمان داخل في الهبوط، ماليش دعوه، ممكن يعدل الدنيا شويه، لكن انا كان قصدي برضو على المدرب القديم. جه اوناي امري حلل معاهم الدنيا صفر. المركز السابع طبعا بسم الله ما شاء الله دخلوا الكونفرنس ليج. رقم 10 ومن رايي ايضا من الفرق اللي هتبقى يعني هي واستون فيلا بتنافس على المراكز دي، فعشان برضو في اخر الموسم اخد نص نقطه ولا حاجه. مفيش نص نقطه. ايوه بص انا بسحب اهو. ولكن هو فريق كريستال بالاس مع باتريك فييرا، فهو نفس الحاله، مدرب سابق، فرق مركز بال 11 وانا قلت 10 بس ليه نقطه كده خمسه، خمسه من 40، حاجه حلوه قوي. رقم 9 ليستر سيتي، يعني ليستر سيتي شفناها طبعا بتعاني الموسم اللي فات بعد اصابات كبيره، بعد مشاركه في اليوروبا ليج ارهقت الفريق جدا. السنة دي أتوقع بوجود جيمي فاردي الموسم كامل بدون إصابات، بوجود لاعب زي ماديسون مكمل مع الفريق، تيليمنز بإذن الله. ما تطولش خلاص خلاص خلاص، اقطم نفسك بقى. الحمد لله المركز ال 18 لليستر سيتي وأنا قلت التاسع، صفر من النقاط، الله يبارك لكم. طبعا ما تقوليش أنا ما تبصليش، دي حاجة ما كانش حد متوقعها خالص. ليستر سيتي إلى مراكز الهبوط تو ماتش تو ماتش. رقم 8 نيوكاسل، نيوكاسل قفلت الموسم في آخر 10 11 ماتش بشكل مرعب. ايدي هاو خضني، ايدي هاو بصفقات من لا ولسه هيخدك اكتر، هيخدك اكتر. في هدوء، في سكينه، في احنا عارفين عايزين ايه هذا الموسم، وهو التواجد في التوب 10 في هذا الدوري. اسكت، ما طلعوش التوب 10، طلعوا بيبصوا على التوب 4 يا موريسيو وغفلوا الكل وخدوا المركز الرابع، فرق اربع مراكز. الحمد لله صفر من النقاط، مبروك على الاستثمار السعودي. مركز الكونفرنس قبل ما نخش على الخناقه الكبيره قوي، وانت اكيد عرفت من يتواجد في الكونفرنس، هو ديفيد مويس مع ويست هام في نفس مركز الموسم اللي فات. فشل ديفيد مويس لن اتحمله، عارف لو مثلا انا قلت السابع وهم التاسع كنت هبقبق معاك، لكن 14 ده كان هيهبط وانا بقول لك مفاجاه الموسم. اسكت اسكت بالله عليك، اسكت اسكت. سته الكبار بقى، تعالوا نتخانق بقى، يلا بقى ما وصلنا بقى لكده وخلاص، كل الحلقات بقى فيها مشاكل، يلا يا عم محدش خسران حاجه. رقم 6 تشيلسي. اه يا عم انا بقى انا رايي كده بقى، انا شايف ان تشيلسي عندها مشاكل السنة
مقتنع توخيل النهارده ان هو يضرب فيه لعيبته ان هو بره سباق الدوري اصلا من اولها، ده شيء يوجع جدا اللعيبه او يحبطهم. بص انا مش بقول لك ان انا هاخد نقط صفر من النقاط قوي يا عم سعيد، انا كنت بكلمك في ايه، تشيلسي بره الصوره، بره المسابقه، بره التوب فور، اللي هو بقول لك تشيلسي السنه دي وحشه، كنتش متوقع انهم يبقوا زباله، بس يعني كنت بقول لك وحشين من الاول كده، ليا نظره قبل ما توخيل يمشي ان الفريق ده بالفلوس اللي بيصرفها مش تيجي معاهم. رقم 5 المشاركه الاخرى في اليوروبا ليج، جاهز؟ انا لحد دلوقتي اقسم بالله بفكر معاكوا على الهوا كده. مانشستر يونايتد، يلا يا عم مانشستر يونايتد، ايريك تنهاج الى اليوروبا ليج مركز 5، اشوفه تقدم عن الموسم اللي فات، اشوف ان ايريك تنهاج هيعمل مشروع قريب من موسم ارسنال السنه اللي فاتت، هيبدع وهيقرب وهيبقى بينافس بقوه على فكره في معظم الموسم على المركز الرابع كمان، وهتبقى مفاجاه. ولكن بعد اول موسم بعد خبره اظن انها مش عند ايريك تنهاج. كانت قريبه، كانت قريبه كفكره ان هو الراجل بينافس فعلا، وليفربول بالفعل كان بينافسه في اخر ايام، بس خيشت. انا ايه خيشت في السيزون ده التوقعات خالص كده، وقال كده مفيش اي حاجه صح، كله ضرب في السامبولا. مانشستر يونايتد حتى ما طلعتش رابع عشان تديني النقطه، لا هم تالت، عارف اللي هو ايه، اولع بتوقعاتك يا موريتسيو. تمام شكرا يا عم تنهاج، انا اتوقع لك النجاح وانت تتنبأ لي الفشل. طب انتوا كده فهمتوا ان احنا في احنا توب فور، انا السنه اللي فاتت كنت واقعي معاك ما تبصليش، كنت واقعي معاك وقلت لك ارسنال المركز الخامس، طلعوا خامس. انا بقول لك انا عارف فريقي، شممها رائحه دوري الابطال. حتى يا سيدي لو لا سيبني افرح يومين، مع حقي، ما انا مش عامل برنامج وصارف وجايب كاميرات وليد وبتاع عشان اتضايق. اذا المركز الرابع توتنهام، يلا يا عم احنا لسه ما جيناش، ما اعرفش انا فين، انا ممكن اكون تالت، ممكن اكون تاني، ممكن اكسب الدوري، الله اعلم. انا كنت متوقع حاجه، شفت انا قلت لك ايه، انا ممكن اكسب الدوري، وقعدت اضحك وانت قعدت تضحك معايا، ولكن سرحت وقلت انت اصلا بره التوب فور، وكنت مستكبر عليا تواجدي في التوب فور. بس بغض النظر عن توقع توتنهام يعني المركز الثامن طبعا شرفونا السنه دي، بص انا طيب ازاي كنت مديهم مركز رابع، يعني طيبه تودي في داهيه، ولكن احنا اللي هناخد مركز ثالث، مش هروح بعيد معاك اهو، مش هحرق لك كتير، انا حاسسها والله العظيم يا جماعه، احنا حلوين والله، وارتيتا جميل، والغيظه والقساوه بتاعت اخر الموسم ان العيال دي تتكسر كده وان هم ما يروحوش دوري ابطال، يفاجئونا باذن الله، يفاجئونا ونعمل موسم حلو قوي. يا رب انا غلبان، يا رب ادعوا معايا يا رزي، انا مش طايقك دعيت ولا ايه، مش كتير بيشجعوا توتنهام يعني. ايه رايك بقى، ايه رايك بقى ان انا كنت واثق في فريقي من قبل ما يبتدي الموسم، وقبل ما تقول لي الترند، وقبل اول دوري، ولسه والاغنيه، كل الكلام ده انا متوقعه، وبقول لك اهو كنت مدي ارسنال ثالث، الاوفر اكسبكتيشن بتاعها ان احنا ننافس على اول الدوري وبتاع، ولكن كنت متوقع ان السنه دي احنا نبقى مؤمنين في التوب فور، وبالفعل توقعت المركز الثالث، ولكن ارسنال خيبت امال التوقعات وبسطتني اكتر انها تطلع المركز الثاني وتفضل منافسه سيتي لحد نهايه الموسم في صراع كان صعب جدا. شكرا ارسنال على النقطه، شكرا على الموسم الجيد جدا. طبعا انا عارف متوقع كده ليفربول ثاني ومانشستر سيتي اول ولا ايه، قعدت افكر كتير يا جماعه، الدوري السنه اللي فاتت راح بفرق نقطه واحده، ومين قال لك يا سيدي ان هالاند مضمون ان هو يشتغل؟ الدوري الانجليزي غير الالماني خالص، الدوري الالماني اللي خلص في اخر يوم يا موريسيو، اسكت مش لازم تقعد ترغي في كلام كده ملوش لازمه، بيطلع قدر يغطي بديل ارنولد، وقدر يغطي بديل ماني، يا عم خلص الباقة بالله عليك خلص، ولكن كل ده هكس بنقول سيتي طبعا اول دوري، يعني انا هرج يا جدعان، لا 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 في كواليتي، حاولت من على الورق، خسرت الدوري اخد نقطه تاني، حتى اللي مضمون اكتر ان هو يعني يفشل في الموسم، لا هالاند، لا شفناه قدام البايرن في 12 دقيقه خلص، نونيز اي نعم جاب 4، وكالفين فيليبس وكوكوريلا، من غير كوكوريلا بكانسيلو برجل واحده يكسب دوري، وكانسيلو ماشي وكسبوا الدوري برضه موريسيو، الحمد لله الواحد راح للامان في توقع بطل الدوري. اظن بطل الدوري المفروض برضه ايه ياخد عليها 5 نقط، يعني برضه بقى ما هو بطل دوري، يعني احسب لي كده اوائل انا كام نقطه كده، كله 9، ولو زودنا بطل الدوري دي 5 مثلا، قول مثلا 13 مثلا، زقال 13، زقال معايا سعيد في المونتاج كده ل 13 ولا حاجه، وبرضه قلت انا تشيلسي هتقع وكده، برضه دي ناخد عليها نص، اديني نص يا سعيد في المونتاج، وارسنال انها هتنافس دي برضه ما مش حلوه، برضه دي بونص، برضه ادينا نص كده يكمل النص اللي احنا خدناه ده يا سعيد، زود لنا نص كمان، وقلت ساوثهامبتون انا خدت عليها دي اوريدي بونص، دي خدت كفايه كده، مفيش حاجه ثانيه تنفع، تيشيرت نيوكاسل كنت لابسها في الحلقه بتاعت التوقعات دي حلوه جدا، ادينا نقطه عليها سعيد، مهاب خرج من الاوضه دلوقتي يا سعيد ادينا نقطه كده، كملنا 20 من 40 ولا ايه، عايز انجح بس يا سعيد بالله عليك، نجحني بس اخد درجه النجاح وانا راضي، مش عايز اجيب مجموع يعني، بس عشان اعرف اواجه الرزيع ان شاء الله في الموسم الجاي، وانا بقول لهم حلقه التوقعات وحرق الموسم للدوري الانجليزي، يبقى في تراست، يبقى في ما بيننا ايه عشم، الناس تكمل معانا كلها في مصلحتنا، سعيد ظبطني في المونتاج الله يكرمك عشان ايه تعدي ليلتنا. عموما يا رزيعه دي كانت حلقتنا
فعلنا ورد فعلنا، حلقه خفيفه ظريفه عن الدوري الانجليزي وتوقعاتنا ليه من الموسم اللي فات. قولوا لي بكل صراحه ومن غير كذب انتوا كانت توقعاتكم ايه، مش لازم يعني بالترتيب، ولكن الفكره العامه والصوره العامه للفرق كانت دي توقعاتكم ولا حصلت مفاجآت كالعاده في هذا الدوري اللعين المجنون؟ وبفكركم يا رزيعه تعملوا لايك، توصلونا 30 40 الف لايك يا جماعه، حمسونا نعمل حلقات اكتر، افتحوا التنبيهات وخليكم جاهزين، تابعونا على السوشيال ميديا، فكركم تستخدموا برومو كود سري 20 دلوقتي تحت في اللينك في الديسكريبشن على طول، خش واشتري منتج كلير عشان تحصل على خصم 20%. وكفايه رزعه قوي لحد كده، انا بقى نلغي الحلقه دي يا عم وائل، نبطلها ولا حد هياخد باله يابا، ولا بقى في مننا محاسبه ولا بتاع الناس بتقعد تمسك لك على الواحده اكنك بتطلع الدستور يا عم، في يا عم توقعات وبهزر.